السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة JS فوروي. رحب بكم بالدرس السادس من المرحلة الثانية لتعلم على برامج الارك JS بثلاثة مراحل. راح نتعرف على مجموعة صناديق وأدوات من برنامج الارك تول بوكس. وصلنا لعند الأدوات، خلصنا أدوات الداتا مانجمنت تولز، وراح نبدأ الشرح من خلال مجموعة صناديق اللينك تولز. فيها صناديق ومجموعة أدوات تستخدم في التعديل والتحرير على الظواهر داخل الطبقات، يعني بدل ما نفعل Start Editing مثلا ونعدل على طبقات وعلى ظواهر أو نضيف إشي ونرسم من خلال جدول البيانات، بنقدر برضه أيضا نعدل على الظواهر والطبقات الموجودة عندنا. فعندنا أول صندوق في مجموعة أدوات راح نستفيد منهم من خلال إنه مثلا، طبعا كل من الأداة نقدر احنا كل أداة نقدر نستفيد فيها من خلال الخلط او مزج الظواهر مع بعض حسب الهدف، وكل أداة من خلال الرسمة نقدر نفهم آلية عملها. مثلا عندنا اول أداة عندنا مثلا خاصة بالشوارع او خاصة بنوعية الخطوط، عندنا مثلا شارع الأسود والشارع البني، نقدر احنا نوحدهم او نمزجهم مع بعض، يصير في اندماج للطبقات. عندنا هاي مثلا الخط البني اللي هو الانبوت فيتشر، تمام، وعندنا مثلا الخط الاسود اللي هو الطبقة اللي احنا بدنا نعدل عليها. نفس الطريقة هي مثلا هاي الاداة، نفس الاشي من خلال الرسمة بنقدر نفهم آلية عمل الاداة. أما مجموعة الأدوات الثانيين، في عندنا أول أداة اللي هي التكثيف أو التعديل للشكل من خلال مسافة أو زاوية أو منحنى. مثلا عندنا إحنا هذا البناء، في عندنا هون قوس مرسوم سريعا من خلال مثلا هاي المسكنين، نعمل سيلكت عشان ما نعملش على جميع المباني، نعمل فقط على المبنى اللي عملنا له سيلكت. نختار من خلال هاي الأداة، نعمل أوكي، بطل عندنا قوس صار عندنا خطوط. نفس الطريقة عندنا الأداة الإريز بوينت، يعني محو النقاط. طبعا بنمحي نقاط من داخل طبقة أو من خارج طبقة. في عندنا طبقة النقاط، طبقة نقطية، وفي عندنا مثلا نقاط جوا البناء. نعمل سلكت للنقاط، نروح على الأداة، نختار الـ Input Feature اللي هي طبقة المباني، أو عفوا طبقة النقاط. نمحيها من خلال طبقة المباني Inside، يعني داخل المبنى، يعني أي نقطة داخل المبنى بتم عمل Delete لإلها. أي أوكي، بيحذف جميع النقاط الموجودين جوا المساحة اللي عندنا. أما مثلا في حال عكسنا الخيار، بس فقط على مجموعة نقط معينة بدناش نحذف كل النقط، نختار نفس الإشي، أول إشي طبقة النقط، بعدين طبقة المباني، نختار الخيار Outside. الأربع نقط دول راح ينحذفوا لأنهم خارج طبقة المباني، يعني حذفوا. أما بالنسبة للأداة الإكستنت لاين، يعني توصيل الخطوط مقصود فيها، مثلا خلينا نرسم خطوط بدهم توصيل. هاي عندنا خط هون، خط هيك، خط هيك، بهاي الطريقة. هاي الأداة نعمل سلكت لهدول الشوارع عشان ما نعملش لجميع الشوارع. هاي الإكستنت لاين، ندخل طبقة الخطوط اللي نقوم بتوصيلهم. طبعا المسافة احنا بنقدر نختارها او بنقدر ما نختارها، اذا ما بنختار المسافة راح اي مباشر يقرب قد ما تكون المسافة، لكن نقدر احنا نحصره مثلا مسافة 5 متر. اذا مسافة اكثر من 5 متر ما بقومش في توصيل الخطوط، ثم توصيل جميع الخطوط. اما الاداة الفليب لاين اللي هي عكس الاتجاه، يعني كيف المقصود فيها، ان هذا الخط
هاي شايفين النقطة الفيرتكس اللون الأحمر، نقدر احنا نعكس هذا الخط الأحمر اللي هو بداية الشارع ونهاية الشارع، أو بداية الخط ونهاية الخط مقصود فيها بشكل أدق. نعمل أوكي، نرجع نشوف النقاط الفيرتكس كلهم كانوا هون على الجهة اليمين، صاروا جهة الشمال. نفس الاشي هذا الخط كان النقطة الحمراء تحت صارت فوق اللي هي بداية الشارع. احنا بنيجي نرسم هيك 1 2 3، نهاية اللاين بكون لون احمر، هذا النهاية. اما الاداة الخاصة بالتنعيم، يعني مثلا اذا في احنا عندنا خط، نفرض انه الخط معمول بهاي الطريقة مليان في كواس او منحنيات، نقدر احنا المنحنيات والزوايا نعملها بشكل مستقيم. ونفس الاشي بنقدر احنا نحط التولرنس، المسافة بين البيرتكس انه قديش بيقدر ينعم الشوارع او الخطوط. يعني خلينا نتركها فاضية، نعمل اوكي، صار الخط مستقيم، كان هيك صار هيك من خلال هاي الأداة تنعيم. أما الأداة السناب، طبعا هاي مقصود فيها أن تحريك نقاط الفيرتكس طبقة على طبقة أخرى من خلال معيار إحنا يجب أن نختاره. ومثلا عندنا هاي الشوارع، نحرك هذا الخط على المباني، نختار طبقة الخط، بعدها نختار طبقة المباني، نختار النوع خلال البيرتكس مثلا المسافة 10، اوكي هيتحرك هذا الخط للبناء. وما اخر اداة من ادوات التحرير كما ذكرنا سابقا، انه هاي الادوات الايديتنج تولز، يعني بتقوم بالتعديل والتحرير على اللايرات او على اللايرز او على داخل الظواهر المرسومة عنا بدون ما نعمل ستارت ايديتنج، ونرسم من خلال ادوات الايديت المتعارف عليه واللي تم شرحها في الدروس السابقة. في عنا صندوق او مجموعة ادوات خاصة في العنوان او في الموقع، طبعا هاي بتكون بتوجد عنوان للظواهر، مثلا عنوان قطعة من خلال اسم الشارع ورقم البناء مثلا، من خلال هاي المجموعة من الادوات. في عنا مجموعة ادوات تحليل الاحصائيات الجغرافية، مثلا عنا 4 صناديق خاصة بهاي المجموعة. طبعا هاي الادوات بتحتاج لقيمة زد، يعني شغل 3D، فلازم يكون في عنا طبقات معرف عليهم زد، اكس واي وزد. والمخرج طبعا راح يكون راستر، والادوات هاي راح نستفيد منها في المرحلة الثالثة ان شاء الله في كثير من التطبيقات من على برامج الار جي اس، وشرحهم بده وقت، والافضل انه نتطرق عليهم كما ذكرت في المرحلة الثالثة. اما مجموعة ادوات الارجاع الخطي خاصة بالظواهر الخطية العالمية زي الشوارع الرئيسية والسكك الحديدية، شوارع المدن وغيرها، هذول عندنا الأدوات خاصة بهاي المجموعة. أيضا في عندنا مجموعة أدوات خاصة بملفات النت CDF، طبعا المقصود فيها يعني نموذج البيانات العامة للشبكة. يمكن الاستفادة من هذول الظواهر، يمكن أن نستفيد من هاي الأدوات من خلال تمثيل الظواهر الخاصة في درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح. أما مجموعة أدوات الخاصة في Network Analyst، طبعا احنا المفروض انه احنا نقوم بإنشاء شبكة لتمثيل شبكات الطرق وقياس أقرب طريق مثلا، بعدها بنقدر نستفيد من هدول الأدوات. يعني مثلا لو قمنا بإنشاء Network Dataset، نعمل Stop Edit، بعدين راح تكليك New
Network Dataset عشان نعمل تحليلات للشبكات الطرق. اختار طبقة خاصة بالطرق. بعد ما قمنا بإنشاء هذا الـ Network Dataset نقدر نستفيد من هذول الأدوات: قياس أقرب مسافة ووضع الشروط معينة وهكذا. بعدها في عنا مجموعة أدوات خاصة بالبارسل فابريك. نفس الطريقة المفروض يكون في عنا إحنا نيو ننشئ بارسل فابريك بيعتمد طبعا على القطع. طبعا هذا كل أدوات مستفيدة في القطع والنتورك داتاسيت والفابريك كله راح يتم شرحه في المرحلة الثالثة. تطبيقات عملية أشمل وتفصيلية أكثر. بعد ما قمنا بإنشاء الفابريك بارسل أو البارسل فابريك نستفيد من هاي الأدوات الخاصة في تطبيقات البارسل فابريك. نكتفي في الشرح النظري والوصف للأدوات ونكمل في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه. وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.